السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة تقويم ودعم تقويم حصيلة الوحدة الرابعة المندرجة ضمن الأسبوع الخامس من هذه الوحدة، مجال الابتكارات والاختراعات، المرجع مرشدي في اللغة العربية للمستوى الخامس. إذا نبدأ على بركة الله. عنوان النص التقويمي: ابتكار مغربي خدم الناس جميعا. إذا لاحظوا معي في البداية الصورة المرافقة لهذا النص، صورة للعالم المغربي رشيد اليزامي. هذه صورة للعالم المغربي رشيد اليزامي. إذا نقرأ النص ونبدأ بالإجابة على الأسئلة المرافقة له. إذا ابتكار مغربي خدم الناس جميعا. لا توجد اليوم في العالم كله بطارية لهاتف محمول أو لحاسوب محمول لا تحمل بصمات العالم المغربي رشيد اليزامي. إنه المهندس والعالم مخترع بطاريات الليثيوم الذي نال عدة جوائز عالمية، وكان من آخر اختراعاته شريحة بإمكانها تقديم معلومات مفيدة لشاحن البطارية في 10 دقائق. قبل أن ينتقل إلى سنغافورة عام 2010، درس الكيمياء في معهد غرنوبل للتكنولوجيا بفرنسا، وبعدها انتقل إلى المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي. كما عمل اليزامي بموازاة مع ذلك أستاذا في جامعات طوكيو، واشتغل اليزامي في وكالة ناسا في إنتاج روبوت لاكتشاف المريخ، وكان هذا الروبوت الأول عالميا الذي يعمل ببطارية الليثيوم. إن اختراع بطارية الليثيوم قد ساهم في تصغير حجم بطاريات الهواتف وأجهزة أخرى، فهي تستعمل حاليا بشكل واسع عبر العالم في ملايين الأجهزة الإلكترونية كالهواتف والحواسيب المحمولة وأجهزة التصوير والسماعات الطبية والسيارات الكهربائية. إن هذه التكنولوجيا الجديدة ستدمج في جميع المجالات التطبيقية للبطاريات كالأجهزة الإلكترونية المحمولة من هواتف ذكية وحواسيب لوحية ومحمولة وغيرها، والعربات الكهربائية كالدراجات الهوائية والدراجات النارية والسيارات والحافلات والشاحنات والسفن، فضلا عن أنظمة تخزين الطاقة خاصة الطاقتين الشمسية والريحية وهو ما يزال يواصل أبحاثه في مجال تطوير البطاريات التي ستستعمل مستقبلا في السيارات الكهربائية، وذلك لكي يتم شحن البطاريات بتبديل المادة الموجودة بداخلها في غضون 10 دقائق، وبمقدورها إتاحة صياغة السيارة لمسافة تتراوح ما بين 500 و800 كيلومتر. عن مجلة آرت بريس ونادي القلم العربي بوشعيب خلدون بتصرف. إذا نبدأ بالإجابة عن الأسئلة المرافقة لهذا النص. الفهم: أضع سطرا تحت المعنى المناسب. شريحة، جماعة، قطعة، جزء. إذا شريحة بمعنى قطعة. شاحن، حامل، محرض، معبئ. الشاحن بمعنى المعبئ. تدمج، تضم، تزيل، تلف. إذا تضم. أعزل الوسائل المستخدمة للبطاريات التي لم تذكر في النص. إذا من خلال النص: الهاتف المحمول ذكر، ذكر الهاتف المحمول، الحاسوب المحمول ذكر، الروبوت لم يذكر، آلة الحلاقة لم تذكر، الروبوت ذكر، ذكر الروبوت. نعود إلى النص بسرعة. الهواتف، الحواسيب المحمولة، أجهزة التصوير، السماعات الطبية والسيارات، كذلك لاحظوا معي هنا، كذلك اشتغال يزامي في وكالة ناسا في إنتاج روبوت لاكتشاف المريخ. إذا الروبوت أيضا. إذا الوسائل المستخدمة
مستخدمة للبطاريات التي لم تذكر في النص. إذا سنحدد التي لم تذكر في النص، لم تذكر آلة الحلاقة، ولم تذكر المكنسة الكهربائية. إذا هاتين الآلتين هما اللتين لم تذكرا في النص، آلة الحلاقة والمكنسة الكهربائية. أصل بين كل عنصر وما يتصل به من خلال النص. إذا شريحة الروبوت، هواتف ذكية، دراجة نارية، شحن البطارية، سيارات، حواسيب لوحية، شاحنات، اكتشاف المريخ. إذا شريحة الروبوت لاكتشاف المريخ، إنتاج روبوت لاكتشاف المريخ. الأجهزة الإلكترونية، بالنسبة للأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية، إذا بالنسبة للعربات الكهربائية هذه أيضا، بالنسبة للأجهزة الإلكترونية لدي أيضا الحواسيب اللوحية، الحواسيب اللوحية. أما بالنسبة للعربات الكهربائية هناك الدراجات النارية، شحن البطاريات، السيارات، والشاحنات. التحليل والتركيب، أضع العلامة في الخانة المناسبة لكل عمل من أعمال العالم. إذا طور نظام البطاريات حيث شارك في إنتاج روبوت في الاكتشاف المريخ، أو تعلم علوم الكيمياء، أو ساهم في تصغير حجم بطاريات الهواتف، أو طور السيارات الكهربائية. إذا طور تطوير السيارات الكهربائية، طور السيارات الكهربائية. عمل في وكالة ناسا، إذا شارك في إنتاج روبوت لاكتشاف المريخ. اخترع بطارية الليثيوم، إذا اخترع بطارية الليثيوم ساهم في تصغير حجم البطاريات الهواتف. درس في معهد غرونوبل بفرنسا، تعلم علوم الكيمياء في معهد غرونوبل بفرنسا. استعمل مرادف الفعل شحنة في الفراغ المناسب، عبأ، حمل، امتلأ. إذا قلبه بالسرور، ماذا نقول؟ عبأ قلبه بالسرور أم حمل قلبه بالسرور أم امتلأ؟ امتلأ، امتلأ قلبه بالسرور. البطارية بالكهرباء، إذا عبأ، عبأ. السفينة بالبضائع، حمل. إذا عبأ البطارية بالكهرباء، حمل السفينة بالبضائع. أنسج على غرار ما يأتي باستعمال الكلمات. الملونة في الفقرة، إذا قبل أن ينتقل إلى سنغافورة درس الكيمياء، وبعدها انتقل إلى المركز الوطني للبحث العلمي كما عمل أستاذا في جامعة طوكيو. إذا سنستعمل قبل أن وبعدها وكما. إذا قبل أن يتوصل العلماء إلى علاج للمرض يقومون بالتجارب، وبعدها يطبقون العلاج على الفئران قبل الإنسان، كما يعيدون التجربة مرة أخرى إذا فشلوا. إذا قبل أن يتوصل العلماء إلى علاج للمرض يقومون بالتجارب، وبعدها يطبقون العلاج على الفئران قبل الإنسان، كما يعيدون التجربة مرة أخرى إذا فشلوا. الصرف والتحويل، أتي بجمع كل اسم مما يأتي، ناشط، مخترع، مستمع، موزع. إذا ناشط، ناشطون. ناشطون، مخترع، مخترعون، مستمع، مستمعون،
موزعون موزعونا. إذا ناشطون ناشطونا، مخترعون مخترعونا، مستمعون مستمعونا، موزعون موزعونا. أفرد كل جمع مما يأتي. إذا عندي هنا جمع نبحث على المفرد ديالو. إذا لدي طائرون، حافظين، متواضعون، متسابقين. إذا طائرون طائر، حافظين حافظ، متواضعون متواضع، متسابقين متسابق. أجمع ما يأتي جمعا مؤنثا سليما. شجيرة عاملة رائدة حبة. إذا شجيرة، شجيرات، عاملة، عاملات، رائدة، رائدات، حبة، حبات. كما كنعرفوا إذا كان عندي جمع مؤنث سالم كنحذفوا التاء المربوطة ونضيف ألفا وتاء إذا وجدت التاء المربوطة. هنا ما ذكرتش لكم القاعدة، بالنسبة لجمع مذكر السالم نضيف واء وواوا عفوا واء واوا ونونا أو ياء ونونا، نضيف واو ونون وأو ياء ونون. إذا بالنسبة لجمع هنا السؤال الرابع من صف التحويل، آتي بمفرد كل جمع مما يأتي، المخترعات، المهندسات، العالمات، المجدات. إذا المخترعات، 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 المهندسات، المهندسات، العالمات، العالمات، المجدات، المجدات. إذا المخترعات مفردها المخترعة، المهندسات مفردها المهندسة، العالمات مفردها العالمات، المجدات مفردها المجدات. مكون التراكيب، أنجزوا متطلبات الجدول التالي. إذا نمت ليلا، المفعول فيه هو ليلا، نوعه ظرف زمان، ظرف زمان، علامة إعرابه تنوين الفتح. القلم داخل الكرسي، إذا المفعول فيه هو داخل، نوعه ظرف مكان، علامة إعرابه الفتحة. جلست في المختبر ساعة، إذا ساعة هو المفعول فيه، نوعه ظرف زمان، علامة إعرابه تنوين الفتح. انتظرتك قرب المحطة، إذا لدي هنا قرب، قرب هو المفعول فيه، نوعه ظرف مكان، نوعه علامة إعرابه الفتحة. إذا نذكركم كيفاش كنعرفوا ظرف الزمان، كنعرفوا ظرف الزمان بطرح السؤال بمتى، متى نمت، نمت ليلا، متى كم جلست، متى أو كم، كم جلست في المختبر، جلست في المختبر ساعة. أما بالنسبة لظرف المكان نطرح السؤال بأين، أين القلم، القلم داخل الكرسي، أين انتظرتني، انتظرتك قرب المحطة. إذا أجعل الكلمات الآتية أحوالا في جمل مفيدة، نشيطا، مبتسما، فرحة، مستعدين، سعيدتين. إذا عدت من الرحلة نشيطا، استقبلنا الأستاذ مبتسما، صعدت، صعدت الفائزة المنصة فرحة، ولج لاعبو الفريقين الملعب مستعدين، عادت الصديقتان من المسابقة سعيدتين. أعيد، عدت من الرحلة نشيطا، استقبلنا الأستاذ مبتسما،
صعدت الفائزة المنصة فرحة، ولج لاعبو الفريقين الملعب مستعدين. عادت الصديقتان من المسابقة سعيدتين. السؤال الثالث، أعرب ما يأتي. خرجت المتباريات فرحات بالفوز. إعراب راه سهل جدا. عندي فعل، فاعل، مفعول به، جر ومجرور. عندي هنا واحد الضمير متصل، إذا كيفاش غيكون الإعراب؟ إذا خرج خرج فعل ماض مبني على الفتح، وتاء التأنيث الساكنة ضمير متصل لا محل لها من الإعراب. المتباريات فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره. فرحات حال منصوب وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة النائبة، عفوا نائبة عن الفتح لأن جمع مؤنث سلم. إذا كيف خرجت المتباريات؟ خرجت المتباريات فرحات، إذا هذا حال وليس مفعول به. إذا فرحات حال منصوب وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالم. بالفوز، الباء حرف جر، الفوز اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. نعاود معكم، خرجت خرج فعل ماض مبني على الفتح، وتاء التأنيث الساكنة ضمير متصل لا محل لها من الإعراب. المتباريات فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. فرحات حال منصوب وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة، لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. بالفوزي، الباء حرف جر، الفوزي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أتي بماضي كل فعل يدعو، إذا نجيبو الماضي ديال كل فعل، يدعو دعا، إذا دعا. حين تقلب الألف اللينة واوا، إذا فالألف تكون ممدودة. داعى دعا، يرمي. حين تقلب الألف ياء فتكون الألف مقصورة، رمى. يسمو، إذا هنا قلبت الألف واوا، إذا ألف ممدودة. سما، القاعدة اللي طرقنا لها في الدرس ديالنا في التعلمات ديالنا. يسقي، قلبت الألف ياء، إذا ألف مقصورة. سقى، يسعى، أيضا هنا الفعل ثلاثي، قلبت فعل مضارع يسعى، سعى، إذا ألف مقصورة. أضع الألف المناسبة في المكان الفارغ، إذا عندي هنا الألف اللينة في الأفعال، هنا الألف اللينة في الأسماء. إذا العصا ملي كنديها المثنى كتولي العصواني، إذا تصبح العصواني. إذا العصواني، إذا قلبت الألف واوا، إذا حين تقلب الألف واوا، إذا على الألف تكتب، عفوا تكتب الألف اللينة ممدودة. الفتى، الفتيان، إذا تكتب قلبت الألف ياء، إذا تكتب مقصورة. مصطفى، نطبق عليها قاعدة الأسماء غير ثلاثية. إذا ملي كتكون عندي الاسم غير ثلاثي كنشوف الحرف اللي قبل منه واش ياء، إلا ما كانش ياء إذا تكتب ألفا مقصورة، إلى حرف إذا يكتب بالألف المقصورة، لا ألف ممدودة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.